مرحبا بكم في قناتنا. اليوم سوف نتكلم عن الفضاء والعالم الخارجي. الفضاء هو المكان الذي يوجد فيه كل شيء خارج الغلاف الجوي للأرض. إنه ضخم ومعقد ومليء بالأشياء التي لا نفهمها بعد حجم الفضاء. الكون ضخم للغاية، لا نعرف بالضبط حجمه، ولكن يقدر أنه يحتوي على تريليونات من المجرات، ولكل مجرة تريليونات من النجوم. المجرات، المجرة هي مجموعة من النجوم والغبار والغاز والمواد الأخرى. تتجمع المجرات في مجموعات تسمى العناقيد. النجوم هي أجسام مضيئة في الفضاء. تتكون النجوم من الغاز الساخن، وهي نتاج اندماج الهيدروجين والهيليوم. الكواكب هي أجسام صخرية أو جليدية تدور حول النجوم. هناك 8 كواكب في نظامنا الشمسي، وكلها تدور حول الشمس. الأقمار هي أجسام صخرية أو جليدية تدور حول الكواكب. هناك 163 قمرا في نظامنا الشمسي، وكلها تدور حول الكواكب الثمانية. المذنبات هي أجسام جليدية تدور حول الشمس. تتكون المذنبات من الغاز والغبار، وهي نتاج بقايا النظام الشمسي المبكر. الكويكبات هي أجسام صخرية صغيرة تدور حول الشمس. تقع معظم الكويكبات في حزام الكويكبات، وهو منطقة بين المريخ والمشتري. الطاقة في الفضاء، توجد عدة مصادر للطاقة في الفضاء. أحد المصادر الرئيسية هو الطاقة الشمسية التي تأتي من الشمس. مصدر آخر للطاقة هو الطاقة الحرارية الأرضية التي تأتي من داخل الأرض. المخلوقات الفضائية، هناك الكثير من التكهنات حول وجود مخلوقات فضائية. لم يتم العثور على أي دليل قاطع على وجود كائنات فضائية حتى الآن، ولكن هناك العديد من التقارير عن مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة UFOs. وفي النهاية، لا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة الجزء الثاني